أعزائي طلاب الصف العاشر، أسعد الله صباحكم. اليوم درسنا عن الوحدة الرابعة، تتحدث عن سلوكات مالية غير مسؤولة. الدرس الأول الإغراق في الدين. عرفنا سابقا أهمية إعداد موازنة شخصية أو أسرية وأثرها في إدارة الأموال بصورة صحيحة وفي التخطيط لكيفية الموازنة بين الدخل والنفقات. هل ينبغي لك دائما دراسة واقع مواردك ودخلك ومصروفاتك ووضع خطة تمكنك من إدارة أموالك بطريقة فعالة. الإغراق في الدين هو الإفراط والمبالغة في الاقتراض غير المدروس الذي لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد، مما يؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزامات مدة من الزمن، مما يؤدي إلى إغراقك في الدين. هلا هناك علاقة بين الإيرادات والمصروفات من حيث زيادة أحدهما عن الآخر. يعني في حالة زيادة النفقات عن الإيرادات ينشأ ما يسمى بالعجز. إذا ما هو العجز؟ العجز هو عبارة عن زيادة النفقات عن الإيرادات. عندما تكون النفقات أكبر من الإيرادات تؤدي إلى العجز، وهذا العجز يؤدي إلى ما يسمى بتراكم الديون باستمرار. أسباب الإغراق في الدين: يتسبب الاقتراض العشوائي الغير مسؤول في تراكم الديون، وبالتالي ما يؤدي إلى عدم القدرة على أدائها، ويساهم ذلك في اتخاذ القرارات المالية التي ينقصها الفهم ودراسة التكلفة الحقيقية لتسديد القرض. من هاي الأسباب إغراق في الدين عندي 5 نقاط. أول واحدة فيهم، أولا عدم إعداد الموازنة الشخصية التي تبين مدى شمول الدخل للنفقات. إذا يجب عمل موازنة بين دخلك وبين النفقات اللي تصرفها. 2، سوء إدارة الأموال وهدرها، عدم تنظيم لإدارة الأموال والتصرف فيها بطريقة سيئة وهدر هاي الأموال بطريقة غير صحيحة. 3، عدم إدراك مخاطر الاقتراض بصورة كافية، عدم وعي الشخص إلى مخاطر الاقتراض. 4، الإسراف في شراء الأشياء مما يسبب لجوء الفرد إلى الاقتراض. 5، غياب ثقافة الادخار. هلا القروض الاستهلاكية، أي اقتراض الفرد لشراء الأشياء التي تستهلك في حينها ولا تدوم مدة طويلة، مثل الأطعمة والأشربة والرحلات. في عنا هون نشاط بيتي، ابحث مع أفراد أسرتك عن مفهوم الإغراق في الدين واطلب لديهم عرض أمثلة واقعية على بعض الحالات التي أدت إلى إثقال كاهل الأفراد في الديون. وشكرا لكم يا طلاب الصف العاشر.